مساكم الله بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا، حياكم الله معنا في برنامج الديرة الذي نطل به عليكم عبر شاشة تلفزيون الكويت من الآن حتى الساعة 7، أما الإعادة فهي على كويت سبورت من الساعة 9 حتى الساعة 10. برنامج الديرة برنامج اجتماعي ثقافي وتوعوي، وخطين تحت كلمة توعوي. اليوم فقرة برنامجنا راح تكون جدا مميزة. بعد ما رحبت فيكم مشاهدينا، أرحب في انضمام زميلي وأخوي صادق كرم. مساك الله بالخير يا صادق، وإضافة جيدة وجميلة إلى فريق العمل بإذن الله. مصدق إن شاء الله، وأنا حقيقة سعيد بانضمام لطاقم البرنامج، وإن شاء الله يكون فال خير عليكم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. وطبعا احب اذكر مشاهدينا طبعا بطرق التواصل معنا عبر البرنامج، سواء عن طريق الانستغرام او السناب شات الديره كيو اي تي في، وايضا عن طريق ايميل البرنامج او قناه اليوتيوب. طبعا افتخار اليوم موضوعنا جدا حساس. نعم. ويمس شريحه يعني مهمه في المجتمع بالفعل. فعلا. نعم. اللي هم الاطفال. الاطفال، وقد يكون نقول اول من ياثر بالطفل هم الوالدين. اكيد صادق. مشاهدينا نشوف معاكم تقرير وما جهزوا معدينا حق حلقة اليوم ونعود. الخط الساخن لحماية الطفل ولقاء مع الدكتورة فطومة محمد العبد الرزاق. فقرة التغذية مع الأخصائية هبة بن سلام. الشباب الكويتي والعمل في المصانع الكويتية ولقاء مع دانا فهد الكندري وإسحاق يونس الصالح. الخط الساخن لحماية الطفل ولقاء مع الدكتورة فطومة محمد العبد الرزاق. مشاهدينا رجعنا بعد هذا الفاصل، وعندنا طبعا ضيوف نلتقي فيهم إن شاء الله، لكن بعد ما نلتقي بأول ضيوفنا عندنا هالإحصائية نشوفها ونرجع لكم تالي. أكدت دراسات وإحصائيات من قبل رابطة حقوق الأطفال الكويتية بالتعاون مع جامعة الكويت أن نسبة الأطفال الذين كانوا ضحايا سوء المعاملة في الكويت كانوا كالتالي: 22% تعرضوا إلى اللكم والضرب المبرح في صغرهم، 10% تعرضوا للرفس، 15% تعرضوا للضرب بعصات أو حزام أو صوت، 8% تعرضوا إلى خض أو هز الجسد المؤدي إلى إصابات جسمانية، 8% تعرضوا للطعن أو لإصابات مختلفة في الجسد بواسطة السكين، 44% كانوا عرضة في صغرهم إلى ألقاب نفسية جارحة مثل عدم الفائدة، أغبياء، وبريئي الأخلاق، 16% صدقوا في طفولتهم أنهم غير محبوبين نتيجة تعليقات الكبار الجارحة، 14% سمعوا عائلتهم تتمنى لو أنهم لم يولدوا أو لو أن الطفل كان ميتا، 16% نسبة الذين تم تهديدهم بالضرب أو القتل، 7% نسبة الذين هددتهم عائلتهم بالتخلي عنهم وتركهم.
رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، ارحب في اسمكم واهلا وسهلا فيك دكتوره فطومه العبد الرزاق، ومساك الله بالخير وحياك الله معنا في برنامج الديره. مساكم الله بالنور وحياكم الله، وشكرا جدا على الدعوه الكريمه والاستضافه. بدايه دكتوره ابي اسالك، يعني بما احنا صيف والكثير نقول اقبلوا على مرحله الزواج، وثمره هذا الزواج كانت باكوره جميله قد تكون انثى او نقول ذكر. نعم. السن الصغير يعني خصوصا بالفتره الاخيره نشوف الزيجات تبدا في سن صغير ويرزقهم عيال وعندهم صغار، هناك بعض المشاكل تكون عندهم، الياهل يشرب ديتول او انه يلعب بالنار، يعني بحكم انه صغر الام وصار عندها طفل، ما هي الاسعافات الاوليه؟ بدايه بنتكلم عن الاسعافات الاوليه حق هذا الطفل، وايضا نصيحتك حق الوالدين اللي نقول صغار بالعمر. بالنسبه حق الاطفال، احنا كلنا ندري ان الاطفال خصوصا كل ما صغر عمرهم كل ما يكون عندهم قدره اكبر على الاكتشاف. نعم. عادي يبطلون الكبتات على سبيل المثال، ياخذون الادويه، ياخذون مثلا الاشياء اللي موجوده، مساحيق الغسيل على سبيل المثال، اي اشياء تكون موجوده غريبه. نعم. والطفل تكون مثلا هالمواد هذه الادويه مثلا على سبيل المثال تكون ذات الوان مثل الوان الحلاوه او حتى مثل الوان الكاكاو، فالطفل ما يتميز، فعادي انه يقدر ياخذها وياكلها. نعم. بالنسبه حق الاسعافات أولية، أنا بالنسبة حق الأمهات والآباء دائما أقول لهم رقم واحد، إنزين هدؤوا من روعكم، يعني هدوا على كثر ما تقدرون. بالضبط، لا تخترعون أنتوا، عشان إن الياهل لا يخترع. هذه رقم واحد، وهذه صعبة، خلينا نقول إنزين الأم تكون مخترعة والأب هم نفس الشيء. فمثلا في حال تسميم أو تسمم على سبيل المثال، إذا طفل مثلا كان ياخذ مثلا خذ شيء بحلجة حبة أو شيء، الأم إذا كان على سبيل المثال موجودة الحبة إنزين أو الدواء موجود بشكل واضح تقدر انها تاخذه بايدها. إيه؟ بس ما تقدر انزين اذا ما كان شيء واضح لي بالعين المجرده انه يعني بحركه الاصبع العشوائيه. إيه؟ تقدر تاخذها. إيه؟ لان هذا ممكن يؤدي ان الدواء هذا او الماده الغريبه هذه تدخل حق الجهاز التنفسي، وبالتالي الماده او الدواء نفسه يسوي اختناق، يسوي نقص في الاكسجين، يكح الطفل وممكن يرجع، فهذا جدا جدا ضروري. إيه؟ وتاخذه على اقرب مركز صحي او حوادث. طيب دكتوره، اول كانوا يقولون اعطوه حليب، شربوا ماء بارد، هل هذا يعتبر الإسعافات الأولية حق الطفل؟ على حسب المادة نفسها. طبعا في بعض الكتب بالنسبة لنا احنا في طب الأطفال، نعم، مثل ما تقولين قالت انه ممكن طفل مثلا يشرب حليب على حسب المادة، وفي مثلا كتب نفت هالشيء هذا. فأنا اقول حق الأمهات لا تشربون حليب لا تشربون ماء على سيدة يبو حوادث الأطفال او اقرب مركز طبي ان شاء الله. نعم. عفوا دكتورة، بالنسبة للإحصائية شفتها قبل شوي، في عندك اي تعليق عليها؟ طبعا بالنسبه حق الاحصائيه هذه شويه احصائيه صارت قبل كم سنه، زين في احصائيات طبعا جديده الحين قاعده تصير، وكل سنه قاعدين احنا نسوي اللي هو الارقام بالنسبه للعنف ضد الطفل. طبعا مثل ما يعني احنا قاعد نشوف الاحصائيات هذه، في عندنا عنف في الكويت ما نقدر نخش هالشيء هذا، زين وايد يعني ناس يقولون لا بس العنف مو موجود مثلا عندنا، موجود فقط في الدول الغربيه، موجود في الكويت وقاعد يتزايد، والنسبة تزايدت 50% عن السنة اللي فاتت. نعم. فهو موجود. نعم. في الكويت. طيب دكتورة، احنا مثل ما شفنا في الإحصائية نقول تفاوت في بالثمانينات وفي 14%. طيب أسباب العنف عندنا بالكويت شو السبب؟ سؤال جدا على أن ترى دكتورة نقول العنف موجود من أول، تربية أهلنا كانت يمكن أصعب من الوقت الحالي. صحيح. لكن قاعد نشوف الحين العنف أقوى. صح. من أول. صح. أول شيء أنا أقول أسباب العنف ثقافة المجتمع. نعم. يعني مثلا احنا أنشأنا، خلينا نقول مثلا أهلنا وآبائنا وأجدادنا أنشئوا، إنزين بعض منهم طبعا مو كلهم، على ثقافة اللي هو الضرب أو الطق، خلي تأدب عشان يصير ريال، خلي نطقه مثلا عشان خلينا نطقها عشان نصير مرة. فثقافة المجتمع أن الضرب إنزين هو وسيلة تأديبية. طبعا أنا ما أقصد فيه الضرب اللي هو الضرب الخفيف إنزين، بالضبط اللي هو ضرب المبرح المؤذي اللي ممكن يسبب كسور، ممكن يسبب كدمات، ممكن يسبب جروح لدى الطفل. فهذه شغله. الشيء الثاني، الانسان اللي عنف انزين الطفل عاده ما يكون هو معنف في مرحله الصغر، لما كان مراهق على سبيل المثال او لما كان حتى صغير. الشيء الثالث، ضغط الحياه، الرتم مال الحياه اللي هو المتواصل انزين، هذا هم يعني الحضاره نفسها، التقدم، هالامور هذه ما خلت الشخص مثلا يقعد مع عياله او الاب والام يقعدون مع عيالهم مثلا فتره كافيه يشوفونهم، ساعات العمل الطويله الحين اللي قاعد تصير، هذا ممكن يخلي الاب والام مبتعدين زين نوعا ما عن عيالهم، طبعا الا اللي هم يجون ويتابعون مثلا عيالهم. في بعض حالات قليله مثلا يكون في فقر لدى بعض اللي هو العائلات، ممكن هالشيء هذا بعدهم يكون من الاسباب، والاسباب طبعا وايد كثيره متنوعه. نعم. عفوا دكتور، ما تشوفين معي ان
أولياء الأمور بشكل عام دائماً يهتمون بتربية الطفل من الناحية الجسمانية، نعم، أكلة، شربة، لكن ما يهتمون بالناحية النفسية، ربما يجهلون هالشيء أو يعتقدون أن هذا الشيء من الدلع يعني. نعم. شو نفسية الطفل يعني؟ معناه هذا شيء جدا مهم. نعم. وهاي ركيزة ترتكز عليه شخصيته لما يكبر. صح. فشو رأيك بالموضوع دكتورة؟ بالنسبة لي أنا الطفل، وبالنسبة طبعا حق اللي هو الناس الأسوياء، الطفل اللي هو نواة المجتمع، طفل اليوم هو ثروة الغد وثروة الوطن وثروة المجتمع. فلازم نهيئه نفسيا قبل لا نهيئه جسمانيا. ترى حتى الامراض اللي احنا نشوفها مثلا في المستشفيات، خلينا نقول 90% من الامراض ترى نفسيه. صحيح. فلازم الطفل انزين يشبع، رغبته تشبع انزين من ناحيه الحب، من ناحيه الحنان. ترى وايد اهالي يغفلون عن هالشيء هذا، مثلا العاطفه انزين، ان انا اقعد والله مع عيالي على سبيل المثال كأم او كأب، والله انا ما عندي وقت اني اقعد مع عيالي، انا دائما عندي سفرات بحكم مثلا شغلي، ولا الام مثلا تكون مثلا مشغوله في 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 شغلها او في عملها. فلازم هذا الوقت ان كل افراد الاسره يكونوا مجتمعين على سبيل المثال الغداء، يحاولون على قد ما يقدرون ان يجتمعون مع بعض مره واحده في الاسبوع مثلا، تصير الزواره اللي هم عيال العمه عيال الخاله اللي كان بالسابق. بالضبط. نعم. بيت الحموله هذا ترى صراحه كان روعه يعني. نعم. في السابق موجود لحد الان ما زال، بس نوعا ما بدا يتلاشى يعني، قامت الزواره تصير مره او مرتين بالاسبوع بالكثير يعني حق معظم الاوائل، مثل ما قلنا بسبب اللي هو رتم الحياه اللي هو السريع. وكانت اليد مثلا، واليد لما يكون مثلا الاهل الام والاب مثلا خارجين حق العمل، هم اللي يديرون بالهم على اللي هم الاطفال، فهذا الشيء نوعا ما تلاشى في عوائل اللي الحين عندهم هالشغله هذه. بس هذا شيء وايد ساعد على تنشئه الاطفال النفسيه، مثل ما حضرتك تفضلت، وهذه جدا مهمه في تنشئة الأطفال. طيب دكتورة، نقول يعني أحياناً العنف حق الأطفال موجود من زمان، صح، لكن مع السوشيال ميديا وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي قمنا نشوف، نقول صرنا مجتمع صغير، قرية صغيرة، نكشف أمور بعض. يمكن قبل فترة شفنا بعض الأولياء الأمور اللي يربط ولده بسلسلة، وشفنا الأم اللي مانع ولدها أكثر من سنتين لدرجة أن الهيكل العظمي ظاهر. يعني دول الغرب عندهم حماية الطفل، كونكم أنتم كفريق عمل لحماية الطفل، شنو دوركم؟ هذه الجمعية أو هذا الفريق شنو أهدافه؟ وين حدودكم اللي توقفون عندها؟ نقول خصوصاً إذا كان نقول أكثر المشاكل إذا كان خلافات بين الزوج والزوجة، نعم، طبيعي راح تنعكس على الأطفال. نعم. إحنا طبعاً بالنسبة حق الكويت صدقت اللي هو على اتفاقية قانون حقوق الطفل في سنة 1991، وكلنا عارفين أن ذيك الفترة كانت فترة حرجة، خصوصاً لما طلعت الكويت اللهم لك الحمد محررة من الغزو العراقي القاجم. نعم. فالحمد لله كانت فعلاً الفترة حرجة، فتصديق الكويت هذا أدى إلى إنشاء بروتوكولات في العالم. نعم. الغربي والعالم العربي خذها البروتوكولات هذه اساسا بعدين، ما كان في شيء من قبل انزين عن اللي هو حمايه الطفل. يعني شنو حمايه الطفل؟ كنا عارفين حقوق الطفل، مثلا حقوق الطفل في الرضاعه الطبيعيه على سبيل المثال، في الغذاء، في التعليم، في العمل، الامور هذه كلها اللي احنا عارفينها. طيب حمايه الطفل من الايذاء ما كانت على فكره موجوده سابقا. الحين في سنة 2013 أنشئت اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل تحت رئاسة وكيل وزارة الصحة دكتور خالد استهلاوي، وتكونت منها اللي هو فرق حماية الطفل. بس أنا بعطي نبذة حق اللي هو الجمهور أو المشاهدين، فرق حماية الطفل هذه فرق موجودة على محافظات الكويت الستة. إحنا عندنا 9 فرق لحماية الطفل، طبعاً 6 منها موجودة في محافظات الكويت في المستشفيات اللي هو العامة، و3 منها موجودين في مستشفيات تخصصية تساعد شغلنا. طيب شنو إحنا دورنا في فريق حماية الطفل؟ خليني أقول لكم أول شيء شنو ما هي الفريق نفسه. الفريق حماية الطفل هو فريق متعدد التخصصات، في طبيب استشاري أطفال، يكون مجموعة طبيبين أو 3 من كل مستشفى، في ممرضات يكونون معنا، في أخصائيات نفسيات يكونون معنا من وزارة الصحة، في أخصائيات اجتماعيات، وفي معالجات اجتماعيات أيضا. نعم. وفي عندنا ممثلين من وزارة الداخلية، وأيضا عندنا اللي هو أخصائيات ومعالجات نفسيات وسلوكية، أيضا معالجين سلوكيين موجودين من مكتب الإنماء الاجتماعي. هذيل كلهم يساعد، إحنا نساعد كلنا بعض على أساس الحالات نفسها. طيب إحنا شنو دورنا في فرق حماية الطفل؟ أهم شيء إحنا دورنا تحقيق الاستقرار البدني، الجسماني، النفسي، الاجتماعي. نعم. على أساس كذي إحنا نشوف في فريق حماية الطفل في طبيب،
في اللي هو اخصائي نفسي وفي اللي هو معالج نفسي، لان هذه الثلاثه كلها تكون مع بعض. طبعا بالنسبه وبالاضافه حق وزاره الداخليه هي اللي تعنى بالجانب اللي هو القانوني او القضائي. طبعا احنا في فريق حمايه الطفل نقدم خدمات علاجيه وخدمات وقائيه، يعني بس ما نقتصر فقط على الخدمات العلاجيه. راح تقولي لي طيب افتخار مثلا شلون زين انتم تسوون هالشيء هذا؟ احنا هنا بلق من مثلا على سبيل المثال مصادر مختلفه. ممكن البلاغات تكون من الاهل مباشره انزين عن تعرض طفل لاعتداء سواء نفسي على سبيل المثال، جسدي، عاطفي، الجنسي، ممكن احنا نشوفها ايضا انزين اتي عن طريق الاهل. ممكن احنا الاتصال اينا عن طريق مثلا مخفر على سبيل المثال، ممكن اتصال اينا مثلا من طريق اللي هو مستوصف او مركز صحي، ممكن يجينا اتصال ترى من مدرسة، من ولية أمر مثلا، من شاهد عيان ترى ممكن أنا يجينا الاتصال. ونتعامل مع هالحالات هذه حسب اللي هو الخطورة نفسها. أول شيء أتأكد سلامة الطفل جسمانيا وبدنيا إنزين، فلازم أنا أعالجه. ثاني شيء لازم أهيئه نفسيا إنزين، أخليه يقعد مثلا أو خلي الطفلة تقعد مع الأخصائية الاجتماعية أو مع الأخصائية اللي هو النفسية، تقعد مع أسرة الطفل. شنو اللي أدى حق هالعنف هذا؟ إحنا لازم نوقف على هالأسباب هذه على أساس إن إحنا نعالجها. وإذا كان في استشارات نفسية بالنسبة حق الأهل على سبيل المثال، ترى مو كل الأهل يبون يبرون عيالهم. في أهالي ما يعرفون التربية طريقة التربية الصحيحة، فإحنا دورنا إن إحنا نرشدهم حق هالشيء هذا. طيب عفوا دكتور، يعني كلمة عنف ضد الطفل أنا أعتقد ما هي محصورة على كل بس ضرب الطفل. صحيح. ممكن إذا أنا أشوف طفل واقف بالشارع بالقيض والحر قاعد يبيع عطر ولا يبيع فاكهة. أعتقد هذا نوع من العنف. صح. وهالظاهرة موجودة يعني نشوفها أحيانا بالكويت عندنا هنا. صح. فشاش بالموضوع. أنا بالنسبة لي العنف ما يكون مثل ما تفضلت بس جسدي على سبيل المثال أو جنسي خلينا نقول مثل ما قلنا أو عاطفي، ممكن يكون إهمال، فهذا إهمال يسمى. في القانون الكويتي اللي أسن اللي هو قانون الطفل اللي أصدر في سنة 2000 اللي هو 15، في مادة في القانون على عمل الأطفال. طبعا إحنا الأطفال في تحت قانون حماية الطفل هو من الولادة لحد 18 سنة ميلادية، يعني أقل من 18 سنة ميلادية هذا هو يعتبر الطفل. بالنسبة حق عمل الطفل في مادة في القانون تقول إن لازم في ساعات معينة ممكن الطفل يشتغل فيها على أساس إنه يساعد أسرته، ما فوق 15 سنة يكون عمر الطفل يعني إلى يعني لما يتعدى اللي هو مرحلة الطفولة. يعني ممكن هالأفوا دكتور هالشغلة نشوف هالنقطة في مثل بعض الجمعيات إذا طلبة الثانوية بالصيف يشتغلون هالفترة أساس يستفيدون. صح. فهذه مادة القانون تقول لك مثلا او تقول لك يا افتخار انه والله الطفل ما يكون المفروض ما يتعرض مثلا للي هو اي جو يكون سيء بالنسبه له، انزين لازم يكون مثلا ماخذ فتره اللي هو راحه او خلينا نسميها البريك، ما تقل عن الساعه. الشغل هذا ما يتعارض مع اللي هو خلينا نقول التحصيل الاكاديمي بالنسبه حق الطفل، ولا يتعارض مع احتياجاته سواء النفسيه سواء الاجتماعيه. فهذه كلها مردود عليها انزين بالنسبه حق العمل الأطفال. وهذه جدا احنا نتلقى اتصالات من قبل مثلا أولياء أمور وحتى يعني مثلا شاهدين عيان يمرون، والله أنا مثلا شفت مثلا طفل تحت الحر الساعة واحدة خصوصا الحين مثلا بهالفترة هذه زين يبيع مثلا فاكهة ولا يبيع شيء، فتقول إنزين أنتوا إيش راح تسوون؟ فأنا أقول لها دقي على إدارة حماية الأهداف. نعم، مثل ما تفضل دكتورة، نقول الدراسات أكدت إن مرحلة الطفولة ومرحلة الصبا هي اللي تأثر بالطفل لمرحلة الكبر. صح. وهذه الأساسيات. صح. هي يعني الطفل شلون تعاملين طفلك. صح. وحتى في مرحلة الطفولة. إنزين تطرقت دكتورة قبل قليل إلى أن هناك بلاغات توصل لكم إذا كانت عن طريق الوالدين، هذا شيء طبيعي مشاهدين لأن الوالدين إذا تعبوا في تربية أولادهم، لأن بعض الأولاد عاقين، إحنا ما نطلهم بس على الأسرة. صح. على الوالدين. صح. لأن في أطفال يعني سبحان الله نقول هم طبيعتهم خلاص متمردين. شلون إذا جاء البلاغ من شخص غريب، خصوصا إحنا نقول مجتمعنا صار الحين مفتوح، عندنا جاليات أخرى تدش في بيوتنا غير جالياتنا، عادات، تقاليد، دين. إذا شفت أنا طفل يعنف من قبل هذه الجاليات ورفع التليفون على الرقم اللي حطيتيه، رقمكم مرة ثانية دكتورة، الخط الساخن. بالنسبة حق الخط الساخن 147. واحد راح نتكلم عن 147 بعدين لأنه لم يفعل هذا بشكل 100%. أي نعم، اتصلت عليكم وعندي أنا حالة طفل معنف من قبل نقول عمالة معينة. نعم. حقي مضمون او ان ايضا راح اتعرض انا حق المسائل القانونيه بالنسبه حق المبلغ؟ هذه جدا جدا نقطه مهمه، وابي ابلغ الساده المشاهدين اقول لهم في ماده في القانون حمت المبلغ لا يحاسب جزائيا او مدنيا على التبليغ.
ليش؟ احنا لان نبي نشجع الناس على انها تبلغ. نعم. صح ولا لا؟ اي شيء غلط ان احنا نبي نصلحه، وهذا كله في اللي هو صالح الاجيال. نعم. فهذه خلصنا منها، ان المبلغ لا اسمه ما راح مثلا يعاقب ولا اساسا يتعدى عليه، خلينا نقول. نعم. زين، شلون ان احنا نتعامل مع اللي هو البلاغ؟ خلينا نقول على سبيل المثال نفس المثال اللي قلتيه افتخار. نعم. اللي هو دق قلتي شخص وعلى الخط وقال ان الطفل مثلا يعنف. نعم. انزين، فإحنا بالنسبة لنا إذا يعنف في التو اللحظة لازم اللي هو يبلغون مثلاً اللي هو الأمن، النقطة اللي موجودة في المكان، خلينا نقول مثلاً في مجمع في سوق مثلاً على سبيل المثال، يبلغون الأمن. إنزين، أول شيء. نعم. وبعدين لازم يتم الاتصال ممكن على الخط هذا 1-4-7. إذا تلقى الاتصال عادياً يدق على العمليات لأن هذا شيء طارئ. إنزين، ويدقون بعدين على اللي هو إدارة حماية الأحداث اللي هو والمباحث الجنائية على أساس إنه يشوفون شنو الموضوع بالضبط. طيب. نعم. طبياً إذا كان الطفل فيه آثار ضرب لا قدر الله، في أهالي يولب نزيف، في أهالي يولب كسور، لازم يروح لأقرب مستشفى ويتلقى اللي هو العلاج. عاد على حسب، مثلاً إذا كان في كسور لازم يدخل طبعاً المستشفى ويعالج طبياً. نعم. ولازم النادي اللي هو الأخصائي النفسي الأخصائي الاجتماعي نوقف اللي هو على الأسباب اللي أدت حق هالشيء هذا، وطبعا المباحث ويانا والضباط ويانا مرات وزاره الداخليه. نعم. نعم، احنا وصلنا لهامش اللقاء وياك دكتوره، شاكر حضورك وعساش على القوه. جزاكم الله خير وشكرا على الاستضافه، ما قصرتوا. الله يسلمكم. الله يسلمكم. مشاهدينا كل الشكر حق دكتوره فاطمه عبد الرزاق، واكيد الاطفال فلذات اكبادنا امانه في رقابنا دكتوره. وان شاء الله يفعل الخط الساخن 147 ان شاء الله قريبا جدا جدا ان شاء الله. كل الشكر للدكتوره فاطمه عبد الرزاق. مشاهدينا نطلع فاصل ونعود. أتكلم عن مشروع صناع المستقبل، تجربة ناجحة لتوظيف الشباب الكويتيين والكويتيات في القطاع الخاص. اتحاد الصناعات قام مشكور بتوفير زيارات تقييم الفرص الوظيفية ورؤية الوظيفة عن كثب. وها نحن اليوم في اتحاد الصناعات الكويتية نستحضر هذه الروح الخلاقة الوثابة فيما نخطط له من مشروعات مستقبلية. هذا المشروع الذي خطط له ونفذه اتحاد الصناعات الكويتية لتأهيل الشباب حديث التخرج للعمل في القطاعات المختلفة، والذي سيجني وطننا. تملكني قناعة بأن الصناعة هي فارس المستقبل.
فقرة التغذية مع الأخصائية هبة بن سلام. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم ودي أتكلم عن نقطة وايد مهمة اللي تغير جسم المرأة بطريقة مو طبيعية، اللي هي الحمل. وايد بنات أجسامهم تكون حلوة، نسبة الوزن عندها ممتاز، جسمها زين، شو يصير معها؟ تحمل وتاكل كل شيء تشتهي وزيد وزنها، وتقول اللي حولها يقول يلا لحقة لحقة على الرجيم، اكلي تمين لا يضرر البيبي، وتزيد وزنها ما بين 25-20 كيلو، وعقب ما تولد يا أنه صعب نزول وزن، يا أنه ينزل معها بس بالحملة الثانية ما ينزل، يا أنها جسمها يتأثر، جسمها وايد يتغير، يصير في ترهلات في اليلد، يكون في مشاكل في المعدة، إذا كان بعد سيزيريان اللي هو القيصرية ولا كان ولادة طبيعية، شعرها دائما هالنقطة الحمل هذه وايد تأثر في جسم المرأة. وسالفة إن أكلي تبينه لا يصير شيء بالبيبي، هذا كله كلام فاضي وما أيده. دائما أنا أفضل يعتمد على جسم المرأة، إذا كانت سمينة أول ما حملت أو إنها ضعيفة أو وزنها يعني يعتمد ما بين 7 إلى 14 كيلو، أنا هذا دائما أنظر له. أصلا إذا أحد جاتني بنت زايدة 14 يوقف قلبي، أحب إني أنزلها زيادة. دائما أفضل 10 كيلو هذه اللي هي تكون المشيمة والماي والبيبي كله، يبقى لها كيلو كيلوين تنزلهم بالإنفاس وهي مرتاحة وبالرضاعة. طبعا هم راح يساعد جسمك إنه يلد بطريقة سليمة. عشان توقفين الكريفينج، سالفة اني انا اشتهي ولا انا اذا والله انا مشتهي عنب ولا انا مشتهي ايس كريم بس اخاف اكله ولا يصير وحم مع البيبي، هذا كله ترى كلام مو سليم مو صحيح وما في من الصحة نهائيا. يعني انت لا تحطين بالك اذا ما كنتي الشغلة جسمك متضرر، لا تحطون ببالكم اذا انا اشتهيت الشيء يعني معناته جسمي صج محتاجه، هذا ما له علاقة. هذه انت قاعد تشوفين شغلة واشتهيتيها، شفتي دعاية، سمعتي احد تكلم، مريتي شميتي ريحة، شيء طبيعي انك تشتهين بس مو معناته ان جسمك يحتاجه. حاولي دائما اذا شخص انت انسانه جسمك يتقبل السمنه، اول ما تحملين روح حق اخصائي تغذيه متعود حق الحوامل، تقعدين معاه يتفاهم معاه، قاعد يعطيك الوزن اللي مثالي لك، شلون تحافظين عليه. انا عندي مراجعين بدايه الفرست ترايمستر اللي هي اول 3 شهور المراه تكون دهن، فانا احاول كثر ما اقدر اذا كان اللي جاتني البنت سمينه او انها قابله للسمنه احاول ان باول 3 شهور امسك وزنها انه ما يزيد. ما بين 3 شهور و4 شهور و5 شهور يبدا الجسم يزيد، انا دائما افضل ما بين كيلوين الى 4 كيلوات، بعدين بالسابع والثامن والتاسع افضل يكون ما بين 4 الى 5 كيلو، انا دائما انظر لها بهالطريقه. فانتوا حاولوا ان الفيرست ترايمستر اني انا حق السمينه احاول انزل وزنها، لو نزلها كيلوين 3 وبعد مع اللوعه ترى يساعد شوي انك تنزلين، بس لا تحاولين والله حسيت بالعافيه اكل بكميه كبيره، الحمد لله جسمك فيه مخزون. شغله ثانيه والمهمه المالتي فيتامينز، الفيتامينات اللي لازم تبلشين تاخذينها. طبعا اول شهر شهرين ما ياثر ويانا لان مع اللوعه راح تزيد طين بله عليك، فحاول دائما لما تروح اللوعه انك تبلشين تاخذين المالتي فيتامينز، استمري عليها الحمل كله وما بعد الحمل، كملي عليها لمده 6 شهور بعد الحمل، لا توقفين عقب ما تولدين عشان جسمك يرد بصحه وعافيه، لان البيبي كله ماخذ من عافيتك، فحاول تردينها. ان شاء الله استفدتوا معي اليوم. الشباب الكويتي والعمل في المصانع الكويتية، ولقاء مع دانا فهد الكندري وإسحاق يونس الصالح. مشاهدينا بعد العودة نشكر أخصائي التغذية هبة بن سلام على الفقرة الأكيد مفيدة ونستفيد منها وتعمل فائدة على الجميع. نرجع مرة ثانية لضيوف آخرين طبعا لهم بصمة جميلة حقيقة في القطاع الصناعي بالتحديد. معنا المهندسة دانا الكندري، مهندسة سلامة بيئية لدى الشركة المتحدة لصناعة الحديد كويت ستيل. أيضا معنا أخونا إسحاق الصالح، مسؤول أمن والسلامة في الشركة الصناعية للمنتجات الطبية. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. مساك الله بالخير وحياكم الله في برنامجنا الديرة. بداية يقولون ليديز فيرس، ببدي معاك دانا، كونك مهندسة وخريجة جامعة الكويت، شلون كانت التحاقك بالقطاع الخاص وخصوصا نقول في الشركة الصناعية للمنتجات الحديدية؟
كوني خريجة جامعة الكويت طبعاً أعتبر روحي محظوظة أني قدرت أدخل القطاع الخاص. نعم. لأن أثناء فترة دراستي وحتى بالجامعة كل فكرتي كانت فكرتي كلها كانت أن الكويت دولة فيها قطاعين، قطاع حكومي وقطاع نفطي. ما كنت أدري أن الكويت فيها مصانع. نعم. وما كنت أدري أن الكويت فيها مصانع كبيرة تنتج مواد بهالكفاءة بهالكميات الكبيرة. ما كنت أدري أن الكويت فيها قطاع صناعي. نعم. فبالصدفة يعني اتصال أحد مرشحني أظن أنه من الهيكلة أنه والله في مشروع اتحاد صناعات بعدين يوظفونكم في القطاع الصناعي في الشركات الخاصة. طبعاً أول سؤال سألته أنت عادي عندك تنزلين المصنع يعني تنزلين أرض المصنع؟ قلت لهم بالفعل هذه طموحي وأنا أدور على وظيفة أن تخليني أنزل فيها حركة. اي فيها حركه. نعم. فيها انك تعطين كل اللي انت درستيه يعني مو بس اقعد ورا المكتب وما ادري شنو الموضوع. واحنا كمهندسين كيميائيين اتوقع اللي متخصصه هندسه كيميائيه عارفين هالمشكله. نواجه مشكله ان ما نتوظف بسرعه. نعم. فاللي يبي قطاع حكومي ينطر سنه سنتين واللي يبي قطاع نفطي لازم ينطر على ما يبطلون التسجيل. فانا قلت اوكي اخوض هالتجربه لان ماكو احد يعني اي تجربه تمرين فيها بحياتك لازم تستفيدي منها. صحيح. يعني شنو ما كانت النتيجه بالفعل. فقلت اخوض التجربه منها ان اوفر وقت ومنها اشتغل وبالنهايه بعد مهندسه اداني يعني سواء كان قطاع حكومي او خاص بالنهايه خدمه الكويت بالضبط. نعم. بالضبط ومنها نفس الشيء اخدم الكويت. نعم. بدل اقعد ببيت انطر احد القطاعين. نعم. والحمد لله دخلت ووايد انبهرت خصوصا لما شفت المصانع يعني اكثر من مصنع مو مصنع واحد. واتمنى انه يعني بدال يحطون ببالهم الكويت بس دوله نفطيه ممكن تصير نفطيه وصناعيه لان اللي ننتجه شيء كبير. صحيح. طيب نتوجه سؤالنا لاسحاق. اسحاق حضرتك مسؤول امن السلامه في الشركه الصناعيه للمنتجات الطبيه. شنو الدوافع اللي وجهت بوصلت اسحاق نحو هذا القطاع مع وجود طبعا القطاع الثاني وايضا جاذبه؟ ايش معنى هالقطاع اللي اخترته؟ والله بالبدايه كنت نفس باقي الشباب انه يا انه اروح حق البنوك او الحكومه. سمعت ان الاتحاد الصناعات نقدر نروح نقدم السي في ويشوفوا لنا وظائف. قدمت المقابله هناك ورشحوني على اساس اني اقدم بالشركه الصناعيه المنتجات الطبيه كمقابله ثانيه. مع المقابله هناك فقالت لي المديره انا شايفه ان انت ممكن تنفع بمصنع من باب ان انا كنت عندي خبره بمجال السيفتي بوظيفتي السابقه. وعجبني وصف الوظيفه لان كقسم جديد حسيت اني ممكن اني ابدع فيه. والحمد لله رب العالمين يعني ربك ما خيب ظني وارتحت بالوظيفه. كل مجتهد نصيب. الحمد لله. طيب اسحاق بردك اكمل طالما انت تعينت وصار لك سنه الحين في مجال عملك شلون شفت الشغل وهل تشوف انه يعني نقول القطاع الخاص او قطاع الصناعات بالذات بيئه جذب حق الشباب خصوصا خريجي يعني اللي خلصوا احسن ما ينطرون البنوك او ينطرون اي مكان ثاني؟ شوف انا اعتقد اختي ان كشاب الكويتي يبي بس يبي احد يدز ظهره شويه. نعم. فهذه الشغله كقطاع صناعي يمكن انا بالبدايه كان عندي رهبه. نعم. وكنت متخوف من الشغله انه مصنع. حتى اذكر لما كنت انزل اسمع صوت المكاين واشوف العمال والمنتج يتحرك فصارت عندي رهبه. بس بالعكس لا رهبه بالاصوات العاليه اسحاق يعني مو الشغل نفسه اكيد. بس الحمد لله اقول لك لا اشوف انا انه مكان ممكن يبدعون فيه الشباب. حتى بالبداية كان عندي تخوف والحمد لله رب العالمين لا تراحت الشغلة. صادق شيء جميل تشوف الكويتي في كل مكان متواجد سواء طبعا كان طبعا. يعني قطاع خاص أو حكومي صراحة يعني قدوة. هنا. هنا. طيب عفوا دانا أنت بنت وتعملين في مجال عمل نعتبره فني. شنو الصعوبات واجهت دانا خلال عملها واللي أكيد تغلبتي عليها طبعا؟ طبعا وظيفتي حالها حال اي وظيفه ثانيه يعني الصعوبات موجوده بكل مكان. بس يمكن الصعوبه اللي واجهتها شوي ان احنا نداوم 6 ايام بالاسبوع يعني يوم السبت ليل الخميس. هذه كانت انا واجهت فيها صعوبه اول ما داومت على ما تاقلمت شوي اني اداوم يوم السبت والباقي كلهم قاعدين بالبيت. صعبه تشوفي ناس معطله وانت مداومه. ايوه انا مداومه يعني بس اول فتره عقب يعني على ما تعودت بس. بس هذه الشغلة للحين أهلي يعانون منها يعني المجتمع اللي حولي يعانون منها يعني للحين مو متقبلين إن أنا أداوم يوم السبت. بس الحمد لله يعني دام الواحد حاط هدف بباله يقدر يوصل. صعوبة ثانية
يعني يمكن البنات اللي يشوفونها مثلا احنا شركتنا بشعيبه يعني مكان بعيد غير ان الجو حار، احنا شركتنا تنتج حديد فنحتاج يعني مصنعنا درجه الحراره فيه داخل وايد عاليه مع حر الكويت مع جو الكويت، بس انا يعني هالصعوبات احس الواحد يتغلب عليها، يعني اذا الواحد يبي شيء يوصل له، ف يعني صعوبات يعني اقلمتي وياها بالنهايه حالها وظيفه ثانيه. طيب اسحاق، مثل ما قالت دانا ان المصانع عاده تكون اماكنها بعيده، يعني الشاب انه يحتاج وقت عشان لما يوصل دوامه، تتوقع نقول هذه احد الاسباب عزوف الشباب عن العمل بالمصانع؟ اكيد اعتقد ان هذا يمكن سبب كبير انه يخلي الشباب يبتعد عن المجال الصناعي. احنا يعني قاعدين بديره صغيره الحمد لله رب العالمين، والسيارات متوفره، فما اعتقد المشوار ممكن يسبب مشكله. بس كفكره شغل بمصنع ان الناس يمكن تستصعبها نفس ما انا كنت مستصعبها واللي قبلي كنفس الطريقه، بس اعتقد انه لا يعني باذن الله لا ان شاء الله. نعم، الحين في فلاش عن اتحاد الصناعات، نشوفه يا بعض والمشاهدين نرجع لكم مره ثانيه. أحب أتكلم عن مشروع صناع المستقبل، تجربة ناجحة لتوظيف الشباب الكويتيين والكويتيات في القطاع الخاص. اتحاد الصناعات قام مشكور بتوفير زيارات لنا للمصانع، تقييم الفرص الوظيفية ورؤية الوظيفة عن كثب. وها نحن اليوم في اتحاد الصناعات الكويتية نستحضر هذه الروح الخلاقة الوثابة فيما نخطط له من مشروعات مستقبلية. هذا المشروع الذي خطط له ونفذه اتحاد الصناعات الكويتية لتأهيل الشباب حديثي التخرج للعمل في القطاعات المختلفة، والذي سيجني وطننا. شخصيا تملكني قناعة بأن الصناعة هي فارس المستقبل. إسحاق، بعد هالفلاش شفنا الخاص باتحاد الصناعات، حابين تكلمنا عن جهودهم وياكم من خلال نشر الوعي والثقافة في القطاع الصناعي. والله اتحاد الصناعات أنا شاهدت فيهم مجروحة بصراحة، يعني ما قصروا معانا ومعايا أنا بالذات. دشيت خذيت معاهم يمكن 6 أو 7 دورات كلها كانت على حساب الدولة. يعني دورات عفوا داخلية؟ إي داخل الكويت بالجامعات أو بالاتحاد نفسه. نعم. اعتقد يمكن لو مداش الدورات هذه على حسابي كنت راح ادفع الاف الدنانير. صحيح. فبالعكس يعطيهم العافيه ودائما متواصلين معانا، اذا في دوره جديده اذا في سيمينار جديد يا ان يتصلون علينا تليفون او على الايميل. نعم، هالتناغم بينكم اكيد شيء راح يؤدي للافضل. أكيد. اكيد يعني اكيد، لان هذه شغله بالاول والاخير هي قاعد تخلينا نزيد من طاقتنا بالعمل. صحيح. نعم، أكيد من خلال كلامك نقدم الشكر حق الأستاذة هدى البقشي، وكانت ضيفتنا في حلقة من الحلقات. أستاذة دانا، من خلال نقول اتحاد الصناعات مردودها على الشباب، وهل يعني جذب صار عندكم بالمصانع؟ قدموا عندكم شباب؟ التحقوا بالمصانع؟ أي وايد، لأن هم يعني خصوصاً اللي تخرجوا توهم ما عندهم أي خبرة. نعم. فوايد فادونا، يعني فادونا من A to Z. نعم. كانوا معنا من البداية شلون نسوي CV، ما كنا نعرف احنا. بس من الجامعة معلومات نعم، بس ما كنا نعرف شلون نقدم، شنو لازم نسوي بالضبط. فبلشوا معنا من الصفر، علمونا اول شيء شلون CV، شلون نقدم CV، شلون نجتاز المقابلة، وهم ظلوا معنا يعني وعلمونا عقب ما نتوظف شلون نتأقلم مع البيئة اللي حولنا، لان الوظيفة مو بس شغلي بروحي، راح يكون في كوميونيكيشن بيني وبين الناس. نعم. او بيني وبين الستاف اللي اشتغل معاهم، فعلمونا شلون نتصرف معاهم، شلون اتعامل مع مديري، شلون اذا واجهتني صعوبه ما اخاف والله او اتردد، لا كنا اطلع احسن، لا شلون اثبت، شلون اصبر. وبالضبط مثل ما قال اخوي اسحاق، لليوم اي دوره اي شيء جديد بالفعل يتواصلون معنا، ترى في دوره كذي كذي اذا تبون تتعلمون. ف
فيعني ما قصر. يعني نقدر نقول انت واحد مخارج اتحاد الصناعات الكويتي. أي. شيء جميل، شيء جميل. نعم. طيب اسحاق، انت ما توافقني الراي ان انا كنطاق عمل اذا بجذب العاملين او الموظفين لازم يكون في مصدر جذب اللي هي الماده الراتب؟ صح. فهل القطاع الصناعي من هالناحيه موفي ومكفي فعلا رواتب يعني مجزيه وجيده بحيث انه يشجع الشباب انه يلتحق بهالقطاع؟ والله شوف اخوي، انا برايي الحمد لله المعاشات زينه، يعني الدوله ما قصرت، قاعده تعطينا دعم العماله. وغير كذي الحلو بالقطاع الخاص انه حتى لو تمسك السلم من بدايته معاشك ما يظل كذي، كل سنه في بونص، في زياده على المعاش، في مغريات اكثر اكيد على حسب التقييم طبعا، موظف عن موظف تفرق. يعني في تقدير جيد من ناحيه القطاع للموظفين. صح، الحمد لله هذا اللي قاعد نشوفه، انه بالعكس شيء وايد حلو اللي قاعد يسوونه. نعم. دانا شيء جميل يمكن تطرقنا له في حوارنا، انه بالنهايه خدمه الكويت سواء كان القطاع الحكومي او القطاع الخاص، الكويتي في كل مكان ينتج. صح. نقول رايج حقي اللي على وشك التخرج وما عندهم فكره عن القطاع نقول الخاص. يعني اللي ما عندهم فكره احب اقول لهم نصيحة. ان الكويت يعني فيها مصانع كبيره. نعم. تنتج مواد بكفاءه وايد عاليه وبكميات كبيره. يعني ليش ما نسعى ان تكون الكويت دوله صناعيه؟ صحيح. نقدر، ونقرا هذا صنع في الكويت، يعني صنع في الكويت بالفعل. وشيء يعني مو صنع في الكويت وكفاءة شوي شوي. لا، كفاءة عالية، كفاءة وايد عالية بالفعل. وأحب أقول لهم لا تسمعون من اللي حولكم القطاع الصناعي والله صعب، تنطردون بسرعة. هذا كله كلام الواحد يقدر يعديه. يعني أي مكان لازم تسمع حكي يخوفك، حكي يردك، لا، إذا أنت حاط ببالك هدف تقدر توصل له. يعني القطاع الخاص الشيء الحلو فيه إنه يدعم الشباب. يعني أحب أشكر الشركة اللي أشتغل فيها، شركة كويت ستيل، يعني دعمتنا مادياً معنوياً. إذا إحنا عندنا رأي أو فكرة تسمعنا عدل. إذا هي مثلاً شافت عندنا نقطة ضعف ترشدنا، فهم يعني أتوقع أغلب كل المصانع، يعني أنا بس اشتغلت بكويت ستيل يعني. كم سنة صار لك مهندسة دانا؟ سنة وشهر. شيء جميل. تدعم الشاب الكويتي والشابة الكويتية بشكل خيالي. وأحب أوجه رسالة حق بنات الكويت، يعني إذا في هدف ببالك، في طموح ببالك، تبين توصلين حق شيء معين، تقدرين. يعني الواحد ما ينفع يقول والله أنا ودي أوصل بس أخاف الوقت. لازم الإصرار. أي أخاف والله ليش أداوم 6 أيام بالأسبوع؟ لا عادي، تنظيم وقت ويمشي الموضوع. صحيح. فبس المشكلة أول شيء وبعدين عادي، فيعني أصروا بنات الديرة. شيء جميل. طيب دانا، يعني أنت هل شايف أن في عزوف من ناحية الخريجين جدد للتوجه نحو القطاع الخاص؟ يعني إنه ما يبغون يعني القطاع الخاص، يعني ينظرون للعمل الحكومي إنه أفضل من القطاع الخاص، توجههم دائما يكون صوب الحكومة. أكثر وايد. لأن القطاع الخاص على كثر ما تعطي تاخذ. ما ينفع تاخذ بدون لا تعطي. صحيح. يعني لازم تبذل الجهد. بس بالعكس هذا شيء جميل، يعني أنا لما أتعب أوصل بالنهاية، ولما تحصل تحس بلذة التعب قيمة شغلك. يعني تحس أنك أنجزت شيء، سويت شيء يعني مفيد، أنت فت نفسك وفت ديرتك وفت الكل. طيب إسحاق، ماذا قدم لك نقول الدورات أو عند التحاقك مع اتحاد الصناعات الكويتي؟ غير فكرتك أكيد، يعني الفكرة أنت خلص ثانوية، وعقب الثانوية شنو؟ عقب الثانوية اشتغلت بشركة. اي نعم. قبل. قدمت حق القطاع الخاص، حق المصانع. لا، كانت نطاق ثاني اشتغلت فيها آخر. فترة بس ما شفت فيها ان ما لقيت نفسك. احنا نقول ما لقيت نفسك. طيب من خلال اتحاد الصناعات الكويتي شو اللي غيرت في اسحاق؟ يعني يمكن عطتني ثقة بنفسي اكثر. يعني اذكر اول ايام كنت ممكن من باب عملي بمجال السيفتي كنت اشوف المخالفة اخاف اتكلم فيها. نعم. اقول لا يمكن اغلط، بس معروف ان اللي ما يغلط ما يتعلم. نعم. فهذا احس انه اعطتني ثقة بنفسي، انه بالعكس الحين حتى نزلتي بالمصنع صارت روتينية. نعم. يعني كني قاعد اتمشى بالبيت وبين العمال. شيء جميل. مثل ما يقول من يعمل يخطئ ومن يعمل لا يخطئ. صح. اذا بتعمل اكيد في اخطاء وارده يعني. اكيد. طيب يلا تفضل. تفضل. لا تفضل. لا بس بغيت لو كلمة تقولينها حق الخريجين الجدد. اقول لهم الله يوفقكم ان شاء الله.
والله يسهل عليكم وتقدرون تخدمون الكويت بكل القطاعات، بس كوني أنا أشتغل بقطاع الخاص صراحة أشجعكم عليه، ومثل ما قلت اللي يتعب يحصل، وبعدها يعني عقب ما تحصل راح تحس بحلاوة التعب، والله يوفقكم إن شاء الله. وأهم شيء اللي عنده هدف لا يسمع حق اللي حوله، وطبعاً لما تحط ريلك بالمكان راح تواجه صعوبات، أي طريق تمشي فيه لازم يكون في مطبات، إذا ماكو مطبات يعني يا اختيارك غلط يا طريقك غلط، فتعدي المطبات وإن شاء الله الله يسهل عليهم يعني. إن شاء الله. دانا كونش مهندسة سلامة بيئية، نبي نصيحة حق نقول المجتمع حق أصحاب المصانع خصوصا نقول بالتلوث اللي قاعد يصير واللي شفناه يعني بالفترة الأخيرة، نصيحتك وبالفعل قاعد تطبقون مخالفات يعني؟ بالفعل في مخالفات وفي ناس تتخالف، بس يعني الحمد لله يعني اللي أشوفه أن أغلب المصانع قاعد يحاولون أن كثر ما يقدرون ما يلوثون البيئة، وهذا الشيء يعني اللي يبين هالشيء أنهم قاعد يوفون مهندسين بيئة، قاعد يحافظون على القوانين اللي تحطها البيئة، ندور أول بأول هذا القانون شنو هذا القانون شنو ونطبق، يعني البيئة أهم شيء. أكيد أكيد أكيد. كل الشكر لك إسحاق، وشكر آخر إلى المهندسة دانا، وشكر كبير لانضمام أخوي وزميلي صادق كرم. مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم، نشكر برج التجارية لاحتضانها لنا طول هذه الفترة، وشكر آخر إلى خبيرة التجميل تسنيم المنصور، وشكر أخير إلى صالون مبرد. عندك شكر صادق؟ نعم، أشكر مشاهدينا على حسن المتابعة ومع السلامة. مع السلامة.